باغي تطور الفرنسية ديالك وتعلمها وتولي تهضر بيها مزيان مزيان، ولكن باقي حاير مشتت ما عارفش من تبدا. ما تخافش، اليوم غادي نعطيك راس الخيط، ولي عليك انت دير هادشي اللي غادي نقول لك. غادي تتبعو لمده شهر فقط وغادي تشوف واحد الفرق كبير، ومن بعد غادي تكمل بوحديتك وغادي يولي عندك تعلم هاد اللغه كعاده، وغادي يبقى يعجبك تقراها كل نهار. الطريقه اللي غادي نوريك كتعتبر من الطرق الحديثه ومن الطرق الطبيعيه، واللي غادي تعلمك التواصل واللي هو اهم حاجه في اللغه. ما غاديش نبدا معاك بالقواعد والأورتوغراف، نو نو نو، هادشي غادي يجي بوحديته من بعد، وغادي تضبطو حتى هو ان شاء الله بطريقه جد ذكيه. ما تخافش، وباش نبدا معاك غادي ناخذ هذا المثال ديال هذا لا فيديو، والرابط ديالو غادي تلقاوه هنايا في لا ديسكريبسيون، او غادي تكتب في يوتيوب apprendre à parler français couramment وغادي يطلع لك هذا لا فيديو واللي فيه بزاف ديال الحوارات. راه حتى لا لونغور ديالو طويل، فيه تقريبا شي ساعتين ونص. دونك شنو غادي دير في اول خطوه؟ هي تيليشارجي سوا في يوتيوب نيت ولا بشي ابليكاسيون بحال سناب تيوب مثلا، وغادي يبقى عندك، ما تبقاش محتاج كل مره كونيكسيون باش تخليه. من بعد ما غادي دير لي طاب ان فاليدي، غادي تاخذ واحد الدفتر ما غادي تكتب فيه حتى شي حاجه واحده اخرى، غادي يبقى مخصص فقط لهاد الدوره التعليميه ديال تعلم اللغه الفرنسيه اللي غادي تبدا فيها من اليوم ان شاء الله. غادي دير كل نهار موضوع او حوار معين، وغادي تكتب هاد لي كونفرساسيون ديال هاد الديالوج كاملين في الدفتر عندك بيان سيغ. وقبل ما تحفظهم غادي تخصك ان ديكسيونير باش اي حاجه ما فهمتيهاش في لي كونفرساسيون غادي تقلب عليها وتنوطيها. دخل غير بلاي ستور وطابي فرونسي غادي يطلعوا لك بزاف، وملي غادي نفهموا هاد لي كونفرساسيون خاصنا نحفظوهم. ما تقولش ليا راني مليت، راه بلا روتين باش كنتعلمو، وانت كتحفظ فيهم حاول تبقى تمثلهم، واعتبر راسك في حاله انت هو اللي طيح في ديك لي سيتياسيون اللي تيهضروا عليهم. وباش غادي تمثلهم سوا غادي تسجل راسك بالتليفون مثلا فيديو ولا غير اوديو ولا قدام شي مرايه ولا غير هضر وصافي، المهم خاصك تمثل. ولي غادي نقول لك كل نهار خاصك تهضر وتعاود هاد لي فخاز اللي كتحفظ. المهم الا ضمنتي لي هادشي اللي قلت لك لمده 30 يوم يعني شهر واحد فقط، كن اكيد ما غاديش تيق راسك بانك وليتي قادر تعبر على شحال من حاجه. دونك اعطي راسك الوقت وكون ديسيبليني كل نهار كل نهار كل نهار، ومع المده بيان سيغ بقى غادي وكتزيد في الوقت اللي كتعلم فيه. وسي نورمال، زيد الماء زيد الدقيق، كل ما وفرتي الوقت الاكثر لتعلم اللغه الفرنسيه كل ما غادي تعلمها في مده وجيزه واقل. وقبل ما نساليو غارديو لوطو ديسيبلين ديالكم وعاودوا هادشي بليزيوغ فوا، وغادي نتوصلوا لداكشي اللي بغيتو ان شاء الله. فوز علي فواغ. فوالا سيتي توس بور سيت فيديو اجوردوي، جيسبيغ كو فوز ابلي، جو فو سويت ان غران اي ان تري بون كوراج، اسيو نيكست تايم.